اللي بعد اعلان ترشحه رسميا لرئاسه نادي الوداد الرياضي وبعد خروجه الاول اعلامي اتمنى البارح. شنو رايكم انتم كجماهير الوداديه عبد الرحيم ترشح هشام اتمنى لرئاسه نادي الوداد الرياضي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لنا احنا كجماهير الوداديه راه كلشي واضح وكلشي باين، كاع اللي باغي الخير للوداد راه كيقول ايتمنى، كاع اللي باغي الخير للوداد كيقول ايتمنى. علاش؟ غنقول لك علاش. لان هذا الانسان هذا عنده جرأة شخصية كاريزما، عنده مواصفات ديال 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 الرئيس ديال الفريق، عاش معنا في البطولة وكيعرف الخبايا ديال البطولة وكيعرف بزاف ديال الحوايج. من قبل من كاع كان باقي في شباب محمدية كنا كنقولوا حنا كنتمناو شي رئيس يكون بحال ايتمنى، حتى سعيد الناصري ايتمنى هو الرجل المناسب. وبالنسبه للخروج ديالو البارح بهذيك الخرجه اللي كان خرج، حنا كنا كانت منتظره، حنا كنا كنتسناو باش يخرج هذه الخرجه. وملي خرج هذه الخرجه حنا حنا راضين، وكنقولوا حنا السي ايتمنى حنا كجماهير وداديه حنا نكونوا في جنبك. علاش؟ لان هذا الفريق هذا كبير وكبير بزاف، في حاجه لولاده اللي كنقول ايتمنى، راه ولد الوداد. حنا راه كنعرفوا ايتمنى، راه كنعرفوش دابا حنا في شباب محمديه. انا ايتمنى حنا شخصيا، ما كنعرفوش في محمديه، كنعرفوا انا ملي كان باقي صغير لاج ديالنا حنايا، ملي كنا في ايام الدرب السلطان راه هو عارف، راه ملي نقول لي درب السلطان راه هو عارف عائلته شكون هي، عائلته عائله وداديه وابن عن جد، الناس كيحبوا الوداد باش كنا فاهمين. وقلت كما كنقول لك انايا، الوداد محتاجه لولادها ومحتاج لان الام ديالو بالدرب السلطان وتزادوا عندنا في درب السلطان، هو كبر معنا في درب السلطان. وراه ماشي زعما راه لعب الكره وكيفهم في الكره والقرايه تبارك الله، وقرا مستوى عالي باش يكونوا عارفين، باش يعرفوا الناس يعرفوا السيره الذاتيه شكون هو السيد. راه باه، ما نقول لك انا ملي تقول لك ايتمنى باه، ايتمنى راه من كان من 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 الرجالات ديال المغرب، باش يكونوا فاهمين الناس. راه ماشي هشام فاق والقراصو ما عندوش، مشى نهب عباد الله وجمع الفلوس ولا لاباس عليه. هذاك راه ولد عائله، كبر تزاد في الفلوس وكبر في الفلوس وولد الخير. باش كون انا كنعاود نقول لك على باه، انا ايتمنى كان باقي صغير، باه ايتمنى الكبير اللي كان كيفاش كان كيتعامل مع الناس الخيرات. وبلا ما نقول لك انايا، راه الدولة المغربية راه كتعترف بهذا الرجل هذا. البروفيل هشام يناسب الوداد. علاش؟ لأن الوداد خاصها ولادها. ملي يقول لك أنا خاصها ولادها، خرجوا شي منابر سمحهم الله، هما ما كينتميوش للوداد وخارجين، لا هذا كيدويو. أسيدي التالي كتقول تما بغيتي يتمنى فيه سد فعل، أنتم الأولين عرضتوا عليه يكون رئيس ديالكم أنتم. عيطوا ليه باش ياخذ رئاسة ديال الفرقة ديالكم وما بغاش. ودابا ملي بغينا حنايا خيب هو فاسد شفار، اتقوا الله. حنا جماهير الودادية كلنا يد في يد مع ايتمنى، ونكونوا في جنبه حنايا. انا كنقول ايتمنى من هذا المنبر، كنقول انايا ان شاء الله الا طول الله العمر وخديتي الرئاسة ديال الوداد، دير في جنبك الجمهور. علاش؟ راه هو اللي غيهزوك، لك الناس هما اللي غادي يهزوك، هما اللي غادي يزيدوا بك. باش نكونوا فاهمين، باش نكونوا فاهمين الجميع، هذوك هما الناس اللي غادي يهزوا الوداد، جمهورها وولادها. اللي غادي نقول لك انا ايتمنى من هذا المنبر، كنقول لك انا الحمد لله الخرجه اللي خرج بها البارح، انا صراحه انا نشطاتني شويه والله العظيم، لا فرحت شويه الحمد لله، فرحت بالله. الوداد راه باقى عندها الرجالات ديالها، باقى عندها ولادها. وانا كنتمنى انا بغيت ايتمنى هو وهذوك الرؤساء اللي كاينين يدخلوا ترشح مزيان، يترشحوا وما يكونش عندنا حنا كشي العشوائي، تكون عنده قانونيا. حنا بغينا كشي قانوني يصوتوا عليه وينجح، ماشي بغينا يتمنى يجي ويولي رئيس، لا يدوز من منين دازوا الناس ويصوتوا عليه الناس. وكنطلب من المنخرطين اللي كيبغي الوداد وكيبغي فرقه كيموت على الوداد راه غيصوت على ايتمنى. بغيت اللي كيبغي الوداد يصوت على ايتمنى. علاش؟ لان رجل مناسب. وكون بغينا الناس اللي ما نجحوش، هذوك الرؤساء اللي ما نجحوش، الكداش اللي ما نجحوش، اي واحد نجح الناس اللي كانوا معاه يبروبوزيهم تو يدخلهم للمكتب ديالو وتدافر الجهود وتولي الوداد، ترجع الوداد القوه ديالها الضاربه. دابا الوداد شوف الوداد ما كايناش. هو البارح قال انه واخا ما شفتش الرئاسه غنبقى داعم
نادي الوداد الرياضي. انا كنقول لك انا ملي دويت معك في البدايه قلت لك انا قلت لك راه ودادي كيبغي الوداد. راه ماشي واخا دري اصلا ما خدش الرئاسه راه كيبغي الوداد هو. بوان فينا راك سمعتي اش قال لك. وانا كنقول انايا اللي نجح اللي نجح في الدراري اللي نجح في الرؤساء نديروا ندافروا الجهود ونكونوا كونوا كاملين يد في يد ونزيدوا بفرقتنا. فرقتنا هذه راه فرقه ديال 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 المقاومه. فرقة ديال اهل الله. الفرقه راه ما انا ملي كتقول الوداد راه الوداد وما ادراك ما الوداد. راه بالرجالات ديالها بالجمهور ديالها بالمنخرطين ديالها بالجمعيات ديالها بالقدماء اللاعبين ديالها باللعبه الجداد بالكوميتي القديمه وكوميتي الجديده كلشي. وما ما بدوزليش فرصه لكن شي واحد كاين شي واحدين في المكتب الوداد اللي قدموا استقاله وباقي كيشيروا بحجر. راه ما كتبغوش الوداد انتوما. راه ما كتبغيوش الوداد. شي كاع اللي قدم استقاله والله ما ودادي بالله العلي العظيم. الظرفيه حنا محتاجين فيها ولادنا ومحتاجين فيها ولاد الفرقه خويته بفرقه. قدمتي استقاله علاش قدمتي استقاله علاش؟ وكنتي كتبغي الوداد وكنتي كتبغي الوداد تبقى تعاون الوداد. انت ما كتبغيش الوداد. انت كتقلب على المصالح انتيا. اي واحد اللي قدم استقاله كيقلب على المصلحه ديالو. وانا التشكرات ديالي لبعض المنابر اللي كذبوا واحد الوثيقه خرجات واحد الوثيقه خرجات ديال ديال ربما ما نقولها مزوره بهذه العباره وخرجوا شي منابر كذبوها. كنبغي انا بحال هكايا تكون الشفافيه والمصداقيه. يبداو يكذبوا. علاش بداو يكذبوا هذا الشيء هذاك الخرافيات هذاك الخرافه اللي يلوحون بواحد واحد الناس واحد الفيسبوكيين اللي مخلوقين تما كيعوموا في الماء العاكر كيبغوا عزلوا ما الوسخ حاجاكم يعوموا فيه هما هادو. انا كنقول ما يدخلش شي حاجه خايبه فيها الكذوب اللي ما تزيدش بالكره المغربيه. كنقول انايا ينوضوا المنابر وينوضوا الصحفيين يكذبوا وداك الشيء وتمشي الامور بخير وعلى خير. حنا كندوي على الوداد. انا ما كندوي على حتى شي حاجه. انا الشغل والشغل ديالنا هو الفرقه. انا حاليا عبد الرحمن الكاتب اهتمنا شنو تقول لي انت كالوداد؟ كنقول ليه راه الطريق مصوبه مقاده. شي الوداد راه ما دير لا جهد لا والو. راه لا ما دير لا جهد لا والو. غير الاخطاء اللي داز فيهم سعيد الناصري ما يدوز فيهم هو. راه باين لك الشيء اللي كان كيدير الناصري. الناصري نهار دخل الوداد اجي باش دخل. دخل بمدرب كبير. دخل بلاعبين بمستوى عالي. فهمتي؟ ودخل دخل بواحد كابيتال واحد فلوس صحيحه دخل بها وقاد الامور ديالو ابري من بعد غتاخذ رزقك. حتى الوداد باش تكونوا فاهمين الوداد خسر الرجاله ديالها خسر رجاله ولادها. علاش؟ لان الوداد برزقها. راه ماشي غير شي واحد غيعطينا شي حاجه من عنده. راه اي واحد عطى شي ريال راه ياخذو. فهمتي؟ اي واحد عطى شي ريال غادي ياخذو. علاش؟ لان الوداد عندها رزقها. حنا راه مشاركين في مسابقات كبرى عالميه مشاركين فيها. شارك ما ادري كانت الصف السابع ولا السادس ولا شي. حنا راه مشاركين في مسابقات عالميه. راه العالم كيدوي علينا حنايا. راه ماشي ماشي حنا عندنا فرق ديال 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 راك شتي راه 10 سنين وانت في البوديوم وانت كتزيد. كنقول ايتمنى استفد من الاخطاء اللي مروا بنا الرؤساء قبل منك. استفد من الاخطاء ان شاء الله بحول الله. حنا كنسبقوا الاحداث. كنقول حنا كنتمنوا ان شاء الله يتمنى هو اللي يكون الفرقه ان شاء الله بحول الله. اي رئيس جا يستفد من الفرق يستفد من من من, من الاخطاء ديال الرؤساء اللي كانوا قبل منه يستفد منهم. والوداد يكون على يقين الوداد راه عنده واحد الكيان ديالها عنده جمهور. اي فريق في العالم كيتمنى بحال الجمهور اللي عندنا حنايا. اينما حلت ورتاح لك تلقى جمهور كبار وصغار وعيالات ورجاله ودراري صغار ودريات كلشي تابعين للفرقه. اينما حلت ورتاح لك فين ما كتمشي كتلقى الجمهور ديال الوداد تابعه. علاش؟ لان قلت لك انا غير واحد الغيزاغ انت غدير واحد البلوس في الوداد ودير. حنا دابا حنا نقولوا على الوداد دابا خصنا لاعبين خصنا المسائل ابري من بعد تكون عندك واحد السياسه ديال 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 المدرسه الوداد. لان الا شتي الفروق العالميه ولاد الفرقه هما اللي كيهزوا الفرقه. في الظرفيه اللي كتكون الفرقه طايحه كتلقى ولادها يقدر يلعب معاك بلا ريال بلا جوج. ولاد الفرقه راه كيلعبوا فابور. ولاد الفرقه كيلعبوا فابور. كيلعبوا فابور كيضحيو من اجل الفرقه ديالهم ابري من بعد ان شاء الله يكون خير. انا كنقول انا سي يتمنى بروبوزي لنا على المدرسه وخصني لاعبين شويه في مستوى عالي والفرقه راه غتزيد ان شاء الله بحول الله. خويا
ما خليتينا ما نبغيو نسالو. كلشي قلتيه. الشيء اللي عندك ترى كما عندي انايا. كلشي قلتيه. كما على الله سبحانه وتعالى. نقدر نقول لك شنو ممكن انك تقول هشام اتمنى بعد اعلان الترشيح لرئاسه النادي؟ انتم كوداديين معولين على اتمنى انه شد الوداد رجع السكه الصحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم تنشكر القناه اللي ديما مهتمه بالامور ديال الوداد والكره المغربيه خاصه فهمتيني والكره المغربيه عامه والشؤون ديال الفرق الوطنيه. بالنسبه لنصيحتي لهشام اتمنى انه راه الوداد هذه كما تنقولوها ديما الوداد هذه حنا عارفين الكاريزما ديال هشام بالكواليس اللي تستثمر فيها كره القدم المغربيه تنشوفوا بنسبه تنحسنوا فيه الظن انه هو رجل المرحله فهمتيني هو رجل المرحله بحكم معرفته بالكواليس ديال كره القدم الوطنيه الامور كيف تجرى كذا بزاف ديال الحوايج وداك الشيء باش من ضروره الوداد صراحه باش من ضروره الوداد خص كاريزما بحال هشام بحال يدافع على الفرقه وكذا وسميتو حنا عارفين من 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 من, من نغطوش الشمس بالغربان امور راه باينه وامور راه باينه وخصنا نحسنوا به الظن تنشوفوا انه الكاريزما ديال هشام هي اللي بعد سعيد النصيري فهمتيني سعيد النصيري راه هشام هو الرجل المناسب ان شاء الله في المكان المناسب فهمتيني شريطات كما قال عبد الرحيم يستافد من الاخطاء ديال سعيد فهمتيني يستافد من الاخطاء ديال سعيد النصيري ويكون غير الخير ان شاء الله والكره واحد باش من الكره عند المنخرطين المنخرط هما اللي عندهم الصفه الشرعيه باش يختاروا الرئيس فهمتيني اختاروا الرئيس وبالنسبه لهشام واحد كان في الكواليس هشام راه من الناس اللي طاحت الوداد في المشكل بعد سعيد النصيري ان في الوقيته اللي عاون الوداد فهمتيني ولا عاون الوداد في امور كذا الناس تشاع المقربين والناس سميتو راه عارفين هذا الشيء فهمتيني عارفين هذا الشيء وتنقولوا باذن ان شاء الله نتمنى يكون الرجل الثقه اللي درنا فيه والرغبه ديال الجمهور الحقيقي ديال الوداد اللي باغي المصلحه ديال الوداد تيقول ان بروفيل ديال هشام اتمنى في هاد الاونه فهمتيني في هاد الاونه في هاد الاونه راه هو هشام اتمنى انا شهاده ديال واحد السيد كنا مريحين معاه قبيله قال لك من طريقه الهضره ديالو يقدر يكون عنده شي خلاف وجهه النظر معاه قبيله ولكن قال واحد الكلمه قال لك حاليا الوداد خصها هشام اتمنى من طريقه الهضره باش يهضر ان السيد ولد المحمديه طريقه باش يهضر انه عنده واحد اختلاف وجهه النظر في شي امور وهذا السيد ولد المحمديه ولكن قال لك الوداد حنا تنبغيو الوداد حنا ولد المحمديه راه هشام راجل مناسب في هذه الوقيته والله يوفق الله يوفق الوداد ان شاء الله في استحقاقات القادمه في الموسم القادم الكوب دي موند واحد التعزيه التعزيه للناس اللي ماتوا في قنيطره حنا بصراحه في هذه المناسبه دي قنيطره وفاس الناس اللي ماتوا حنا التعزيه ديالنا هذه تعزيه خالصه من القلب ديالنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعوضهم هذوك الناس اللي ماتوا لهم عائلات ديالهم إن لله وإنا إليه راجعون